نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ المحاضرة إن شاء الله. هنبدأ المحاضرة الاقتصاد الإسلامي، المحاضرة الثالثة. نعتذر عن التأخير وعن الأشياء العطل الفني اللي كان موجود. هنبدأ إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن صيغ التمويل الإسلامية، بعض صيغ التمويل الإسلامية وليس كلها. هناخد المرابحة إن شاء الله، والمشاركة، والمضاربة. وعليكم السلام ورحمة الله. هل حد قرا المرة اللي فاتت قبل ما نكتب في الجزء دي؟ حد قرا وكان ليه أي استفسار؟ اللي ليه أي استفسار في أي شيء يتفضل يعرضه إن شاء الله يجاوبه عليه. طيب، لكن كنا بنقول إن الفرق ما بين التمويل الإسلامي والتمويل في البنوك العادية أو التمويل الربوي، كنا بنقول إن الفرق ما بين التمويل الإسلامي والتمويل في البنوك العادية أو التمويل لو حد هيمول عادي، إن التمويل الإسلامي بيقوم على نظام المشاركة. المشاركة في الربح والخسارة، بينما التمويل الربوي بيقوم على إن أنا أديك مال بمقدار معين وهاخد مال برضه بنفس المقدار وأزيد، يعني بذات المقدار وأزيد، مال بمال بزيادة ده ربا. فده الفرق ما بين القرض اللي بيتم تداوله في البنوك التقليدية والقرض الحسن. القرض الحسن ان انت هتدي مال بمال، مال بنفس قيمة المال وهترجعه، هتدي مال وهترجع مال بنفس القيمة، ده قرض حسن. انا خدت 1000 هرجع 1000. اما القروض الربوية هتاخد 1000 هترجعها 2200. اخدت مال بمال، عملية التبادل دلوقتي كانت مال بمال، ماشي، مال بمال، تبادل مال بمال في حد ذاته مهواش مشكلة. المشكلة بتظهر لما أبادل قيمة معينة من المال بقيمة أكبر منها من المال. مال بمال مفيش إشكالية زي ما احنا شايفين في الصورة، ما لم تكون أزيد منه. طيب، علشان كده كل صيغ التمويل الإسلامية أو التمويل الإسلامي اهتم إن احنا لو لابد من تبادل القروض فبتكون على أساس المشاركة أو على أساس بعض صيغ التمويل الإسلامية اللي تم استحداثها في القرن الأخير. زي إيه؟ معانا حاجة اسمها المرابحة، ناخدها النهاردة إن شاء الله، الاستثمار، سلم، تورق، الإجارة المنتهية بالتمليك، ومعانا طبعاً المضاربة، المشاركة، العديد. فإحنا هنحاول النهاردة ناخد جزء إن شاء الله نبقى نكمل الجزء اللي ناقص المرة الجاية. طيب، أنا يوم ما بحب أبادل مال بسلعة، هل بيبقى ممكن يصير عملية الربا لو أطراف التبادل كان مال بسلعة أو مال بخدمة أو مال بفكرة؟ لا، إشكالية الربا بتظهر لما بيكون في مال بمال ومال بمال أزيد منه. هو طبعا الاختيارات هنا مش واضحة، أنا مش عارفة إيه السبب إن الكتابة مش واضحة، إن شاء الله عموما نشوفها بعدين. صيغة التمويل الإسلامية زي ما قلنا أنا هيكون عندي كذا كذا صيغة، عندنا المرابحة، المضاربة، المشاركة، التورق، الاستثمار، المضاربة بالشكل ده، استلم، البيع الآجل، والإيجار. دي صيغة التمويل، ما صيغة التمويل الإسلامية.
احنا هناخد المفروض دلوقتي النهارده صيغه التمويل بالمرابحه. تمويل المرابحه ده بيظهر امتى؟ لما يبقى انت عايز سلعه معينه او خدمه حتى معينه، استشاره معينه، وما معكش فلوس. وليكن انت مثلا محتاج سياره مش معاك فلوس، بس انت عارف محدد كويس قوي السياره اللي انت عايزها، انت ايه عايزها، ماركه كذا، لونها كذا، سعرها كذا، من الحته الفلانيه، يعني انت محدد جميع مواصفات السياره كويس جدا. فانت نتيجه ان انت تحدد مواصفات السيارة، ماشي، هتروح للمكان اللي انت عايز تشتري منه العربية وتاخد منه حاجة اسمها عرض أسعار، يعني أنواع العربيات المعينة بتتباع عند المكان ده بكذا وبكذا وبكذا، وأنا محدد نوع معين. انت كده خلاص حددت نوع العربية ورحت جبت السعر من عند منتج السيارة، هتعمل ايه؟ انا كده برضو العربية ما خدتهاش، هتروح البنك، اي بنك، هنا برضو ينفع بنك اتصال في مصر، البنوك اللي موجودة في السعودية أغلبها يعني إسلامية زي بنك الجزيرة، البنك الأهلي في فروع إسلامية، الراكسي، بنك الرياض في فروع إسلامية. هتروح وتقول له إن أنت عايز تشتري العربية اللي نوعها وليكن مثلا فورد، أنا عايز أشتري العربية الفورد اللي لونها كذا، اللي سعرها كذا، من عند الوكيل كذا، ويحدد جميع المواصفات اللي أنت بحثت فيها ودرستها. انت دلوقتي هو اتحدثت كل حاجه زي ما احنا شايفين، ورايح لموظف البنك بتقول له، هل موظف البنك بقى بعد كده ياخد منك الكلام ويقول لك خلاص ماشي اوكي؟ لا، هياخد الكلام ويستعلن عن اسعار السياره اللي انت عايزها، ويروح للوكيل يشوف فعلا هل السعر ده زي ما انت قلت ولا لا، عشان يعرف تكلفه السلعه الحقيقيه او السياره الحقيقيه تكلفتها كام. ماشي الحال. بعد ما عرف خلاص يجي يتصل بيك ويقول لك تعالى امضي معايا حاجه اسمها وعد بالشراء. ايه وعد بالشراء؟ البنك اللي هيروح يشتري لك العربيه. طب البنك لما هيروح يشتري لك العربيه ايه هيضمن منين ان هو بعد ما يشتري ويدفع الثمن ان انت هتيجي تشتري منه العربيه؟ ما ممكن خلاص يسيب، في الحاله دي هيكون جمل اموال المودعين اللي عنده، جمدها في سياره، وهو اساسا مش تاجر سيارات. لازم يضمن ان هو لو راح وشرارة العربية لازم يضمن ان انت هتشتريها، ولذلك قبل ما تشتريها بيروح يوقعك على عقد اسمه وعد الشراء. وعد الشراء العميل بيتوقع عليه ان هو بيقول ان فعلا لو البنك اشترى لي العربية انا هشتريها من البنك. بعد ما تشتريها بيجي لك، يلا بقى بيجيبك العميل عنده، بعد ما بيتوقع وعد الشراء البنك بيروح ويشتري العربية، وبعد ما بيشتري العربية بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك يا سيدي العربية إحنا فعلا جبناها ب 200 ألف، ماشي الحال؟ ولكن إحنا هنبيعها لك ب 50 ألف، ب 250 ألف. تاني البنك اشترى لك العربية فعلا بسعر التكلفة اللي هو 200 ألف، ولكن هيبيعها عليك بكام؟ هيبيعها عليك ب 250 ألف، يعني هيزودها لك، هيزود الثمن. أو طبعا هيزود الثمن لأن هو من عمره ما هيدخل في العملية دي ما لم يربح منها. البنك أهو هيروح يشتري السيارة من المكان الوكيل اللي أنت قلت له عليه، هيشتري نوع العربية اللي أنت محددها وكل حاجة، هيروح يجيبها اهي ماشي، وبعد ما هيجيبها هيتصل بيك ويقول لك تعالى وقع عقد المرابحه. اوكي، هتوقع عقد المرابحه وهتستلم العربيه، وهتستلم العربيه وهتدلك تسدد انت اقساط. قيمه الاقساط في المجمل كام؟ 250 ألف. وكده تبقى انت اشتريت عربيه ما كانش معاك ال 250 ال 200 ألف اساسا عشان تدفعهم للوكيل، فالبنك دخل دفعهم بالنيابة عنك، وتولى هو سداد الثمن نقدا على ان انت بقى تسدد له بعد كده
تسدد له بالأقساط اللي 52. العقد ده اسمه عقد المرابحة، وهو طبعا عقد جائز شرعا، وهي دي المرابحة اللي موجودة في البنوك الإسلامية وبتتداول، حتى لو مش في البنوك الإسلامية هي بتتداول على كل أي، عند التجار وعند وعند مقدمي الخدمات وحتى مقدمي الأقساط. المرابحة، المرابحة بقى معناها في اللغة إيه وفي الدين إيه؟ المرابحة معناها الشراء بالثمن الأصلي زائد زيادة، تشتري حاجة بالثمن الأصلي زائد زيادة، بمثل الثمن الأصلي مضافا إليها الزيادة. الزيادة دي مقصود بيها إيه؟ هي المبلغ الزايد عن تكلفة السلعة أو الخدمة اللي بياخده الممول للعملية. أنت اشتريت الحاجة أصلها ب 200، ولكن انت ولكن البنك هيشتريها لك ودفعك 250. طب لو جينا بصينا لاركان بيع عقد المرابحه، هتلاقي ان انت معاك ايه؟ اركان العقد في كل الدنيا في الاسلام كله هو 3 حاجات: العاقدين يعني البائع والمشتري، الممول والعميل، والصيغه الايجاب والقبول، والمعقود عليه السلعه او الخدمه او الفكره اللي بيتم من العمليه كلها بناء عليه. شروط بيع المرابحة، شروط طبعا هي مش ظاهرة هنا، بس من شروط بيع المرابحة إن يكون التكلفة معروفة كويس جدا، إن يكون تكلفة السلعة أو الخدمة تكون معروفة من الأول. يعني السيارة مثلا ب 200، نكون محددين، ما ينفعش ندخل على عملية مرابحة وإحنا مش عارفين هي سعرها كام. فلازم من شروط بيع، من شروط عقد المرابحة، إن معلومية السعر، إن الثمن الأولاني أو تكلفة السلعة تكون معروفة كويس أوي، ماشي الحال؟ طيب دي حاجة. الحاجة الثانية يا جماعة إن يكون معلومية ربح، ربح الممول أو ربح البايع، لابد إن الربح يكون معروف. المشتري هياخد، البايع هياخد منك قد إيه، يكون محدد كنسبة من الثمن الأول، يعني نسبة محددة من سعر السلعة اللي إحنا زي المثال اللي فات ده، سعر السلعة اللي إحنا اشتريناها السيارة يكون معروف، ما ينفعش يتقال كده بشكل تقريبي، ما ينفعش. لازم الثمن الأول يكون مذكور اللي هو ثمن السلعة، لازم ربح البنك أو ربح الممول يكون معروف وبدقة ومتحدد كويس قوي، ماشي. لازم طبعا العملية كلها تكون حلال، ما ينفعش إن أنت تكون العملية مثلا على شيء من المحرمات، ما ينفعش. لازم تكون العملية العقد صحيح، المعقود عليه أساسا حاجة مباحة شرعا، ماشي. رابع حاجة، ما ينفعش ان تكون عملية التبادل مال بمال، يعني لابد من وجود معقود عليه سلعة او خدمة او فكرة، لابد اختلاف نوع عملية التبادل. ما ينفعش هبادل فلوس بفلوس، ما ينفعش، والا هيبقى قرض. لازم يكون في الموضوع سلعة او خدمة، لازم. اما بقى ان انت تاخد فلوس بفلوس، ما ده اصبح قرض عادي. عشان كده دايما بيقولوا المفروض يكون، المفروض يكون الثمن في العقد الأول ما يكونش بجنسه من الربا، من أموال الربا، يعني ما تكونش إن أنت أنا هاخد فلوس وهدفع فلوس بعد كده بالأقساط، ما ينفعش. لابد يكون الفلوس اللي أنت هتدفعها على أقساط لابد يكون مقابل السلعة أو الخدمة. إحنا طبعا اضطرينا نوقف عند صورة أركان بيع المرابحة لأن الكلام مش واضح هنا، انا مش عارفه هو ليه مش واضح، هو بيظهر وبعدين طيب قبل ما ندخل في الصيغه الثانيه، حد عنده اي ملاحظه، اي سؤال في ضوابط المرابحة؟ لأن ما ينفعش نشرح يا جماعة الصيغ كلها ورا بعض، الدنيا كلها تدخل في بعض، لابد إن أنت تستوعب المرابحة جدا جدا الأول، علشان لما ندخل على الصيغة التانية تبقى ما يحصلكش نفس فيها. حد دلوقتي عنده سؤال فيها؟ أنا منتظرة لو في حد عنده سؤال، حد عنده استفسار، اتفضل يا إبراهيم.
أي حد عنده استفسار يقول أنا تحت أمرك، اتفضل. هو إبراهيم بيسأل بيقول هل الأركان أركان عقد المرابحة نحفظها؟ أنت مش مطلوب منك حفظ حاجة، أركان عقد المرابحة أو عقد الإيجار أو المشاركة أو أي حاجة من صيغ التمويل الإسلامية دي هي واحدة. كل الأركان ثلاث حاجات، ثلاث حاجات: السلعة اللي أنت عامل عليها العقد والبايع والمشتري الطرفين، ماشي الحال، وحاجة اسمها الصيغة في القانون موجودة، الصيغة الإيجاب والقبول دي في القانون، إن أنت توافق يعني أنا والمشتري والسلعة، وإن إحنا يحصل بينا إيجاب وقبول، أنا عايز أشتري السلعة والتاني يوافق إن هو يبيعها لك. الأركان هي اسمها أركان العقد. وانت بعد كده لما ناخد يا ابراهيم مثلا عقد التورق ولا المضاربه ولا المشاركه ولا اي عقد من العقود الثانيه، هتلاقي ان هي ثابته، العقدان البيع والمشتري، انا اقول اللي عايز اشتري من عنده، السلعه اللي احنا عايزين نشتريها او الخدمه او الفكره اللي احنا عايزين نتبادلها، ده ثاني ركن. ثالث حاجه الايجاب والقبول، ان انا يكون عندي اقبال على شراء السلعه والثاني يكون راضي ان هو يبيعها لي. يعني هي الامر ما يتهيأليش ان هو هيحتاج لحفظ، يعني هو بس فهم، هو بس فهم. اما بقى بالنسبه عمليات المرابحه، اغلب العمليات اللي بتتم في البنوك الاسلاميه كلها في كل الدول، وانا عايز اشتري شقه بطريقه المرابحه او سياره او اله، او لو مستشفى عايز اجيب الاجهزه بتاعتها، اي شيء المرابحه بتدخل في كل العمليات. ممكن تشتري اي سلعه اي خدمه اي فكره بتشتري في المرابحه من اي بنك. البنوك قبل ما بتدخل على اي عمليه هي مفترض بتعمل دراسه جدوى كويسه جدا للعمليه، وبتعرف هي هتربح منها ولا لا، وبناء عليها هي فاتحه المجال لاي سلعه تشتري اي سلعه طالما هتحقق لها ربح، طالما هي في حدود الامان اللي البنك بيتحرك فيه. ده بالنسبة للعمليات الخاصة بالمرابحة. حد ليه أي استفسار في المرابحة تاني؟ أبقى أعد لكم المرابحة تاني، خلاص ندخل، لأن مش هينفع ندخل على صيغة جديدة قبل ما قبل ما تبقى متمكنين أو من فهم يعني إيه مرابحة. وأنا عايزة إن قدرت تروحوا لأي بنك كده هوت وتشوفوا، لو عايز تشتري عربية أو أي حاجة ادخل وشوف، وشوف هيقول لك إيه وهيطلب منك إيه. زي مثلا لو أنت عايز تشتري جهاز ولا عايز تشتري أي شيء، روح وقول له، روح للبنك، روح لبنك فيصل تحديدا يعني، قول له، لأن هو ده على فكرة. حتى البنوك العادية دلوقتي، بنك مصر وبنك البنوك القاهرة وما إلى ذلك، كلهم عندهم فروع إسلامية وبيطبقوا المرابحة. هتروح تقول له مثلا عايز مثلا تشتري، عايز تشتري بيت مثلا، شقه، ماشي الحال، الشقه فين حته، هيقول لك الشقه فين اللي انت عايزها، هتقول له في الحته الفلانيه، اسعارها سعرها ايه في المكان الفلاني، ماشي، اخد منك الكلام ويروح الحته الفلانيه اللي انت قلت عليها، ويستفسر كويس قوي من المشتري اللي انت قلت عليه، وبعد ما يستفسر كويس هيجي لك ويقول لك طيب انا هشتري لك الشقه، انا سالت على الشقه فعلا ولقيت كلامك صادق، الشقه في 300,000، انا فعلا هدفع لك ال 300,000 للبايع لصاحب العمار. هيروح الراجل يدفع لك ال 300,000 فعلا نقدا، بس هو بقى قبل ما يدفع ال 300,000 هو عبيط بقى عشان يدفع لك ال 300,000، وبعدين تتفاجئ ان انت تراجعت عن شراء البيت، ويبقى هو بقى هستفيد ايه من البيت اذا كان انا اموالي كبنك لابد تكون اموال سائله عشان اقدر ادخلها في مشروعات مختلفه. اللي انا هستفيده ان انا لو جمدت اموالي دلوقتي في سيارات او بنوك او عقارات، عشان كده لابد ان هو يجيبها في الاول قبل ما يشتري، ويمضيك على حاجه اسمها وعد بالشراء. يعني ايه الوعد ده؟ على فكره في البنوك مده، مش وعد كده، هو كان قبل ما يبقى وعد هو كان عقد، بس طبعا كان حرام، والفقهاء قالوا حرام ان انت، حرام البنك يوقع، يجبر العميل على انه يوقع عقد بيع، لان في خلل شرعي. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يتبع ما ليس عنده. فانا دلوقتي كبنك لما اجيبك واوقعك على عقد بيع الشقه اللي انا لسه هشتريها لك، هي معايا، هي مش معايا، طب انا دلوقتي ببيع حاجه ايه؟ ما لسه مش عندي. يعني انا وقعت في المحظور الرسول اللي قال، وده حديث صحيح، لا تبع ما ليس عندك، محدش يبيع حاجه هي مش عنده، اشتري الحاجه الاول ودخلها
ودخلها في ذمتك المالية، ثم بعد كده بيعها بقى لسين أو صاد من الناس. إنما إن أنا أجيب سين أو صاد من الناس وأعمل له أخليهم وقاعة على عقد بيع حاجة هي مش معايا، ده الرسول نهى عنه. زي ما بقى أنا بشوف كتير مثلا من الشباب، سي واحد بيعجبه موبايل في إيديه فتقول له أنا هشتري لك زيه، وتتفق معاه اتفاق يعني قد يصل لمكاتبة، أو يصل لو هو بالكتابات، أو لو أنت محل تجاري مثلا وبتبيع موبايلات وفعلا فعلا مش هتاخد منه فلوس، ولكن أنت هتوقعه على عقد إن أنت صاحب اعتماد الموبايلات اللي هو لسه هيشتريها لك. العقد دي والعملية دي كده كلها باطلة، لأن أنت بتبيع له حاجة هي مش عندك. محدش يبيع حاجة يا جماعة هي مش عنده. الرسول نهى نهي صريح وواضح وقال لا تبع ما ليس عندك. أمال اعمل إيه؟ روح هات الحاجة اشتريها وحطها في ذمتك، ثم بعد ما تحطها في ذمتك بيعها للي أنت عايزه. ولذلك البنك علشان خوفا من النقطة دي، إن أنا أشتريها وأحطها في ذمتي المالية وأجمد أموال المبيعين في سلع وخدمات ما قد لا نستفيد منها، بيجبر العميل إن هو يوقع. فالفقهاء قالوا لا ما ينفعش، حرام، إحنا كده وقعنا في محدود شرعي. فقالوا طب خلينا نخففها شوية، بدل ما هي عقد نخليها وعد، وعد وعد ملزم بالشراء. فبيجي العميل يوقع حاجة اسمها الوعد الملزم بالشراء، نتيجة إن هو وقع بقى الوعد الملزم بالشراء، يروح البنك يشتري له بقى الشقة اللي أنت يشتريها، في الشقة اللي أنت كنت عايزها 300 ألف، ويدفع نقدا لصاحب العقار 300 ألف، ويجيبك بقى تعالى يلا أنا اشتريت لك الشقة ب 300 ألف وهبيعها لك ب 350، ولازم صراحة يقول لك أنا هبيعها لك بكام؟ 300 بعتها ب 350، على إن أنت تسدد ال 350 على أقساط. عملية حلت حاجات كتير من المشكلات اللي موجودة، ومولت كتير من العمليات، خاصة بناء المستشفيات وتجهيزها، بناء حتى العقارات، سيارات، كل شيء كل شيء. المربح هي أكثر الصيغة التمويلية المنتشرة في الدول العربية، وحتى الدول الأجنبية دلوقتي بقت بتطبق نظام المربح، اسمها المربح. أنا عايزة يعني اللي يسمع عن حاجة يروح يدور عليها كده ويسمع عنها بجد في الظروف جدا هيستمتع يعني. طيب ندخل بقى في الصيغة التانية. الصيغة التانية بقى هي صيغة المشاركة، أدي أهي صيغة إحدى صيغ التمويل الإسلامية، إحدى صيغ التمويل الإسلامية اللي هي صيغة المشاركة. المشاركة دي قايمة على إيه؟ اتفاق اتنين أو أكتر على تكوين شركة، الاتنين هيمولوا شركة، ماشي؟ كل واحد منهم بيقدم جزء من رأس المال، مش هيشترط فيها تساوي رأس المال ولا حاجة، ممكن واحد يقدم 100 وواحد يقدم 10، مش شرط، بس هيقدم شرط، هي شرط إن كل واحد يقدم جزء، أما التساوي فهو غير مشروط. ماشي؟ ممكن ناس واحد يقدم فلوس والتاني يقدم عقارات أو يقدم سيارات، بس لازم كل واحد يشارك بجزء من رأس المال. قد يكون رأس المال بتاع الشركة ده أموال، وقد تكون أموال عينية زي العقارات والسيارات والبضائع وما إلى ذلك من الأشياء، ممكن تدخل كرأس مال في الشركة. يلا احنا كوننا رأس الشركة، واحنا بنكون الشركة لازم نحدد كويس أو مين اللي هيقوم بالإدارة، هل سين من الناس ولا صاد، ونحدد النسب كويس اللي هيتوزع بيها الأرباح والخسائر. احنا اتفقنا إن كل صيغة التمويل الإسلامية والحركة المالية في الإسلام كلها كلها بتدور بين المسلمين بعضهم وبعض، أو بين المسلمين وغيرهم، على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر. فلابد إن أنا أحدد كويس أوي النسب اللي هنقتسم بيها الارباح، او النسب اللي هنقتسم بيها لا سمح الله الخسارة، ونحدد كمان مين هيدير الشركه بالطرفين. احنا قلنا هم طرفين او اكثر، بيتفق كل واحد منهم على تقديم جزء من راس المال. مش مشترط ان يكون راس المال سابق متساوي، بس الشرط ان احنا لابد ان هو كل واحد يقدم جزء. طيب خلاص كوننا الشركه، وبقول لك اهو مبروك كونناها. بعد ما كوننا الشركة اتفقنا إن لابد من تحديد نسب واضحة لتوزيع الأرباح أو الخسائر بنسب حصص شائعة من الأموال. يعني إيه كلمة حصص شائعة من الأموال؟
يعني احنا دلوقتي مثلا عملنا شركه انا وانت اهو، وليكن مثلا شركه عقاريه، هنبيع هنشتري عقارات ونبيعها، والفرق هيتوزع بيننا. اولا نسبه التوزيع لابد تكون واضحه، يعني في انا 70 وانت 30، انا 50 وانت 50، انا 10 وانت 90، ايا ما كان لازم تكون واضحه. كونها بقى من حسب من نسب شائعه، يعني ما تجيش على عمليه معينه وتقول لي اه الحته دي او اي حاجه تشتريها في مصر الجديده هي دي اللي انا ليا منها، او لو انت رحت اشتريت مثلا من حتة، لو اشتريت من دبي اي عمليات تحصل في دبي انا هاخد ربح من العمليات العقاريه اللي بنعملها في دبي. لا، بتكون من كل عملياتنا، لان قد يكون الحركه في دبي جدا حركه نشيطه، قد يكون الحركه في مصر الجديده نشيطه، فكونك انت تحدد نسبه شائعه من عمليات بعينها، ده مش ده شيء غير مقبول شرعا. ولذلك دايما من الشروط الاساسيه لعقد المشاركه ان يكون ان يتم توزيع الارباح والخسائر بنسب شائعه، نسب شائعه ومعلومه، نسب شائعه ومعلومه. طب الخساره بقى، لو حصلت خساره، لو حصل خساره هتتوزع بين الطرفين بحسب النسبه اللي اتفق عليها، زي ما كنا اتفقنا على ان الارباح 50 50 50، خلاص هنشيل الخساره بنفس النسبه. طبعا الحسابات عندنا مش واضحة. كل ده المفروض كان الشروط والأنواع، بس مش ظاهرة عندنا. تعالى بقى انواع الشركات في الاسلام تطلع ايه. عندي حاجه اسمها شركه عقود وشركه ملك، شركه عقود وشركه ملك. لو دققت شويه في الشكل اللي موجود، هو فعلا الصوره مش عارفه ليه فيها عليها اسم كتير. شركه العقود هتلاقي يندرج من تحتها، يطلع تحتها ثلاث انواع من الشركات: شركه اموال، وشركه ابدان، وشركه ميول. شركه الاموال هنبص هنلاقي ان هي تنقسم في الاسلام الى شركه مفاوضه وشركه عمل. الحاجات دي يعني لو مش هت... لا مش موجود مسمياتها في السوق، يعني مش هتلاقي كده مثلا شركه مفاوضه في السوق ولا شركه عمل. احنا الشركات عندنا اصبحت شركات اموال، يعني مساهمه، شركات تضامن، شركات توصيه بسيطه، شركات ذات مسؤوليه محدوده، ما عادتش نفس المسميات دي. بس دي المسميات دي هي المسميات اللي انطلقوا منها وعملوا منها شركات المساهمه وشركات التضامن وشركات التوصيه البسيطه والتوصيه بالاسهم وهكذا. طيب احنا هل المفروض ان احنا نعرفها؟ المفروض طبعا ان احنا نعرفها. ليه؟ لان انا قلت لك هي مسمياتها مش موجوده، ولكن مضمونها والميكانيزم اللي بتعمل بيه هي موجوده. مثلا شركة الملك اللي موجودة في الإسلام دي هي إيه؟ هي الشركات اللي بتنتقل للواحد نتيجة الميراث. أنا مش بدون اختيار من الإنسان، هي جات لك كده، أو حد وهب لك جزء في شركة، خلاص اسمها شركة جات الملك، مش أنا اللي عملتها. كون يجي لك نصيب في حصة من شركة قائمة بالبيع، ده اسمها شركة ملك. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل، بتحصل طبعا. إن يجي لك بتلاقي لك جزء من الأموال، الجزء دوت هيبقى اسم الشركه كده. في الحاله دي لما تدخل انت كشريك، جالك الجزء دوت، جالك نتيجه الميراث في الحاله دي بدون اختيار منك او حد هبها لك. طبعا هي غريبه يعني دلوقتي يحصل، بس يعني ممكن يجي انسان من ميراثه جزء من شركه، بتبقى اسمها شركه ملك. طب شركات العقود، بتسمى شركات العقود هي ممكن تكون الأول قائمة على اثنين أو أكثر، يشتركوا في المال أو في العمل أو الاثنين مع بعض. هي الشركات اللي هي قايمة دلوقتي، أي شركة من اللي احنا شايفينها دلوقتي هي أكيد مضاعفة، لأن مقومين الشركة دول عدد معين من الأشخاص، صح، بيتفقوا على إن هم يشاركوا بمالهم أو بعملهم أو بالمال والعمل لإقامة شركة معينة، وأقسام ما ينتج عن هذه الشراكة من ربح أو خسارة بحسب مين؟
بحسب النسب اللي بيتفقوا عليها، ده نوع المشاركة العادية جدا جدا. ماشي. الشركات دي قايمة على ايه؟ قايمة على الوكالة، عقود اسمها الوكالة وعقد اسمه الأمانة. إن أنا دلوقتي عملت شركة أنا وواحد، وقررت إن هو الشخص التاني ده هو اللي هيتولى إدارة الشركة بناء على عقد اسمه الوكالة. أنا وكلته إن يدير الشركة بالنيابة عن إحنا الاتنين في وكالة، ولكن هو نتيجة عنده خبرة أكتر في السوق، عنده دراية، عنده وقت فاضي، هو اللي هيتولى عملية الإدارة. طيب عملية الإدارة دي إيه العقد الشرعي اللي قايم عليها؟ عقد اسمه عقد الوكالة. ماشي. أما الشراكة بقى في حد ذاتها كلها هي قايمة على عقود من عقود الأمانات، يعني بين الشركاء لابد إن يتوفر تتوفر الأمانة. وفي حديث بيقول أنا ثالث، حديث أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه. فعقد الشراكة قايم على الأمانة. طيب احنا قلت لك من تحت شركات العقود بيجي اكتر من نوع. زي مين؟ شركة اسمها شركة الوجوه. شركة الوجوه دي بتقول ان عدد من الافراد بيتفقوا مع بعض ان هم يكونوا شركة، يكونوا شركة بمسمياتهم، بان ليهم اسم في السوق كبير، بان ليهم وجهة في السوق، حتى اسمها كده خدوا منها الاسم شركة الوجوه. انا بوجهتي عملت شركة، انا باسمي بسمعتي بقوتي في السوق عملت شركة اسمها شركة الوجوه. شركة الوجوه قايمة على إن الأطراف اللي داخلة فيها أو المتعاقدين اللي داخلين في الشركة ديت ذات وجاهة، وبيعتمدوا على وجاهتهم، بيعتمدوا على وجاهتهم. من ضمن الشركات تاني نوع شركة الأعمال أو الأبدان. إحنا داخلين بأعمالنا أو بالأعمال اللي إحنا بنحترفها. زي إيه شركة الأعمال؟ شركة الأعمال أو الأبدان دي اللي عملها الصحابة مثلا في غزوة من الغزوات. كان الصحابة اتفقوا، 3 من الصحابة اتفقوا على إن هم يعني يطلعوا يعني زي في حرب كده، وقالوا اللي هي اللي ما هي ما ينجم من هذه الحرب من غنايم احنا هنقتسم بينا. فاتنين رجعوا من الصحابة ما جابوش ولا حاجة خالص، ولا سلة، ولا قدروا ياخدوا أي سند ولا مغانم ولا أي شيء. واحد بس اللي جاب بأشياء، جه ورجع بأشياء كتير، ومع ذلك اقتسم اللي جابه مع الاتنين التانيين. ليه؟ لأن هم اتفقوا إن هو التلاتة مع بعض إن إحنا عاملين شركة اسمها الأبدان أو الأعمال، بأبداننا أو بأعمالنا، بجهودنا يعني. إحنا التلاتة خرجنا نسعى، اتفقنا ان اللي هنجيبه هنحطه مع بعض وهنقتسمه بنسبه معينه. كون بقى 2 منا ما جابوش، واحد بس اللي جاب، ما يقدرش بقى دلوقتي يقول انا ده انا بس اللي جبت، فانا الاشياء اللي جبتها ديت هي حق خالص ليا. لا، هي حق خالص ليك لو ما كنتش اتفقنا في بدايه معانا. طب ما احنا كمان لو ما كان لو الشخص اللي جاب غنايم حقق غنايم ده ما لم يكن متفق، ما لم يكن كان في اتفاق سابق بينه وبين الشركاء الثلاثة، بينه وبين الشركاء الاثنين التانيين، ما كانش هيستفيد لو ما جابش. لما احنا اتفقنا في الشركات الابدان دي او الاعمال ان لا يتحقق من جهود ما تحققه الجهود، وما ينتج عنه وما تنتجه الجهود من ارباح من عوائد، يتم اقتصام بصرف النظر مين اللي حقق الارباح دي. الشركات دي اسمها شركات الابدان او الاعمال، جاي زي ما قلنا من التراث الإسلامي والحروب والغزوات اللي دخلها الرسول مع خلال حياته، خلال الحياة النبوية. اللي 3 من الصحابة هي أول ابتكار ليها، اللي 3 من الصحابة اتفقوا مع بعض يطلعوا في غزوة، وإن اللي يجيبوه من غنايم يقتسموه مع بعض. 2 رجعوا من غير ولا حاجة، وواحد رجع بحاجة، ومع ذلك تم اقتسام الغنائم اللي جابها الشخص. طيب عندنا بقى برضو من ضمن شركات العقود شركات الأموال. طيب شركات الأموال دي ممكن يتقدم فيها الشركاء، يقدموا فيها المال والأعيان والعمل. هو واحد عنده مال هيقدم في الشركة بماله، هدخل شراكة مع واحد بالمال،
واحد تاني عنده عقارات، عنده اصول زينا هنا كده اهو، هندخل بالاصول والعقارات معانا. واحد تاني ما عندوش الا جهده او خبره معينه، واحد هو بيحترف في صناعه معينه هيدخل بالخبره بتاعته بالعمل يعني. فدي شركات الاموال، ماشي، شركات الاموال ماشي. وانا قلت لك شركات، من ضمن شركات الاموال دي بتنقسم لنوعين، حاجه اسمها شركه المفاوضه وشركه العنان. شركه المفاوضه دي يا جماعه الشركه ديت علشان واحد يعمل شركه ويسميها شركه مفاوضه يعني لابد ان هو يتساوى مع شريكه في كل حاجه، يعني يتساوى في المال، لو قدم 50 الثاني قدم 50، يتساوى في الحقوق، لو ده ليه حق الاداره الثاني كمان يكون له ليه حق الاداره، يتساوى في المسؤوليه عن ديون الشركه، احنا الاثنين مسؤولين عن ديون الشركه، اي قرض ناخده احنا الاثنين مسؤولين بالتساوي عن سداد هذا القرض، يتساووا في الارباح. دي اسمها شركات المفاوضه، دي شركات المفاوضه. اما شركات العنان هي بتسمح بعدم التساوي، ممكن اتنين داخلين كل واحد داخل بجزء من راس المال ماشي، ممكن ما نتساويش ابدا ابدا، نكون مش متساويين في المسؤوليه عن الديون، واحد يشيل قروض الشركه والتاني ما يشيلهاش حسب الاتفاق، ممكن ما نتساواش في توزيع الارباح والخسائر، ممكن ما نتساواش في حقوق التصرف في الشركه، ممكن ما نتساواش في حق التكافل، مين هيشيل مين، الشركه هتبقى تكفل مين وما تكفلش مين. ممكن في شركات العنان يحق للطرفين اللي هم يختلف في رؤوس الاموال، في المسؤوليه عن الديون، في توزيع الارباح وما الى ذلك من اشياء لابد من تحديدها عند الشراكه. طيب ادي ده كان فرق ما بين شركه المفاوضه وشركه العنان. لو بصينا هنلاقي ان شركه المفاوضه وشركه العنان هو دوت الشكل اللي موجود دلوقتي. انا لما بدخل دلوقتي مع في شركه او في حاجه انا كانها طريقه اتفاق، انا بتفق ان انا اما ان انا اتساوى مع شريكي في كل حاجه او ما اتساواش، اتساوى معاه في كل شيء او ما اتساواش، قررت اتساوى معاه في كل كبيره وكل صغيره، اذا دي في الاسلام اسمها شركه المفاوضه. قررنا لا مش هنتساوى، دي اسمها شركه العنان موجوده. عشان كده قلت لك في الاول، اول ما بدانا الشركات دي موجود مضمونها، اليتها، الميكانيزم بتاعها موجود، ولكن اللي مش موجود واختفى هو المسمى. كون دي اسمها شركه عنان، كون دي اسمها مفاوضه، كون ابدان، كون ما عادتش المسميات بس، انما الميكانيزم هو هو. كده احنا خلصنا المشاركه، حد ليه اي سؤال او اي استفسار عن المشاركه؟ لو حد ليه اي استفسار قبل ما ندخل في المضاربه يا جماعه، لو حد ليه اي استفسار انا تحت امركم. انا مستنيه اي سؤال عن المشاركه، عن عقد المشاركه، عقد المشاركه طبعا ليها تطبيق كبير قوي في الشركات، لان الشركات اللي حوالينا دي كلها هي نفس الشركات الاسلاميه دي، اللهم اختلاف مسماها بس. اللي عايز يسأل أي حاجة يا ريت بقى مثلا وانتوا كده عشان تقدروا تشوفوا تلمسوا التطبيق، اقرا في الجرايد مثلا، ادخل على النت وشوف اتفاقات الشركات، العقود الاتفاقية، في شركات كده بتحط العقود الاتفاقية بتقول إن الشركة مثلا مكونة من 50 فرد، لو هي شركة مثلا في مسؤولية محدودة مكونة مش عارفة من إيه، بتحدد وبتقول احنا متفقين على ان الارباح والخسائر بين الشركاء تكون بنسبه كذا. حاول تشوف، ولو لقيت ان النسب مثلا متساويه فاعرف ان ده شركات مفاوضه، سماها في الاسلام مفاوضه. لو لقيتها مش متساويه هتقول على طول ان هي شركات اموال ولكنها تدخل تحت مسمى العنان ماشي. والشركات واعرف كويس قوي ان لازم الشركه، عقد الشركه ده يكون بين طرفين او اكثر، ولابد يكون في تحديد واضح لنسب توزيع الارباح والخسائر، ولابد يكون النسب دي نسب شائعه ومعلومه، لازم دي من الحاجات الاساسيه اللي قلنا عليها. هو مليكه كتبت بطريقه انا مش بعرف اقرا، يا مليكه
الطريقة اللي انتوا بتكتبوا بيها دي على الشات والحاجات دي، فإن كان يعني أفضل تكتبي السؤال باللغة العربية أو تنشر. أما بالطريقة دي بصراحة مش عارفة إيه ده، بتقري إزاي ده؟ طيب نكمل يا جماعة. أوكي اكتبي يا مليكة السؤال اللي أنت عايزاه، ولكن حاولي بالعربي أو بالإنجليزي، إنما دوت كده هو تقريبا دي لغة الفرانكو ولا مش عارفة اسمها إيه اللي أنتوا بتعملوا بيها شات جديد. فلو يعني لو غيرتيها يكون أفضل. احنا عندنا في المشاركه كمان يا جماعه في اساليب التمويل بالمشاركه تسمعوا عن حاجه اسمها المشاركه الثابته والمشاركه المنتهيه بالتمليك في البنوك الاسلاميه، موجوده كتير او في اي جهات بتقول احنا نشاطنا اسلامي، والمشاركه المتناقصه. دول اهم انواع في المشاركه، المشاركه الثابته والمشاركه المنتهيه بالتمليك والمشاركه المتناقصه. المشاركة الثابتة، المشاركة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المطلقة. المشاركة الثابتة هي المشروع العادي، أنا وشريك ليا دخلنا في شركة وبشكل ثابت، يعني مش في نيتنا إن إحنا نطلع في أي وقت، عادي طالما الأمور الحمد لله ماشية خلاص. أنا قررت أساهم في هذه الشركة طول حياة عمر المشروع، ما عنديش أي استعداد ولا أي نية حالية إن أنا ممكن أطلع منه. دي اسمها المشاركة الثابتة، دي اسمها المشاركة الثابتة. بشتري حصة في شركة ماشي، أو بدخل شركة على أساس إن أنا هساهم فيها طول عمر الشركة، والعائد اللي هيطلع أنا هقتسم مع شركاء الآخرين بنسبة معينة إحنا متفقين عليه بشكل عادي. دي بقى بتاخد أشكال اللي هي عادية، شركة المساهمة، شركة التضامن زي ما قلت لكم، التوصية البسيطة ماشي. في نوع تاني بقى من الشركة اسمه المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك. المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك هتسمعوا، هل ممكن؟ طيب ماشي يا مليكة. مليكة دلوقتي بتسأل بتقول هل ممكن تطبيق مبدأ العنان اللي هو عدم التساوي بالنسبة لشركات الأبدان، شركات الأبدان اللي كل واحد داخل بجهده وعمله وهنقتسم اللي هيطلع بصرف النظر مين اللي حققه ماشي، هل ممكن نعمل كده؟ اه ممكن طبعا، لأن ممكن الثلاثة يقولوا طب اللي هيطلع بنسبة كذا وبنسبة حسب الاتفاق، محدش اشترط ابدا في الابدان التساوي، محدش اشترط كده، بحسب النسبة المتفق عليها، حسب النسبة المتفق عليها. هي طريقة عمل يعني، لو بصيتي هتلاقي ان العنان والمفاوضة هي طريق اتفاق معين، فممكن تاخد الاتفاق ده او الاتفاق المفاوضة او اتفاق العنان وتحطه في اي نوع من انواع الشركات، تحطه في اي نوع، لان الاساس اللي قايم عليه عقد الشراكه نفسه اساس على ان طرفين اثنين او اكثر بيعملوا شركه، وممكن يدخلوا بنسب مختلفه في راس المال، محدش اشترط يعني، لو اشترط مفيش مشكله، لو اشترط ان الاثنين يتساووا في راس المال مفيش مشكله، اشترطوا التساوي في الحقوق والواجبات مفيش مشكله، اشترطوا عدم التساوي مفيش مشكله. فهي طريقه معينه لإدارة العلاقة بين أطراف الأطراف الشركاء في الشركة. نيجي لأنواع الشركات تاني من ضمن الحاجات اللي إحنا بنقولها اللي هي الحالية يعني دلوقتي اللي هنلاقيها موجودة في السوق، مثلا غير مسمى شركة المساهمة والتضامن والمسؤولية المحدودة والكلام ده، إحنا عندنا كمان نوع من أنواع المشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك. إيه معناها؟ في الشركة ديت يا جماعة أنا بدخل شريك مع حد في شركة، بس من البدايه ببقى عارفه وبقول له ان انا ناويه ادفع الحصه اللي هو دفعها في الشركه، انا ناويه اسددها كده كجزء بجزء من ارباح الشركه الى ان اشتري منه حصته، وتخلص الشراكه بان انا اتملك الشركه في نهايه مده معينه. اسمها الشركه المنتهيه، الشركه المشاركه المنتهيه بالتمليك ماشي. وبتبقى لصفقه معينه، مثلا زي انا دخلت اهو شركه لعمل شركه اجنس عربيات مثلا، اتفقت انا وواحد او انا وعشرة ان انا هشتري بعد فترة حصصهم، انا هشتري بعد فترة حصصهم، ابدأ اشتري الحصة ورا الثانية ورا الثالثة الى ان اتملك الشركة كلها وتبقى بتاعتي كلها. اسمها المشاركة المنتهية بالتمليك. طبعا يجوز او طبعا من الحاجات اللي هي يجوز فيها
ولكن على شرط ان احنا بداية نكون عارفين، يعني نكون محددين وعارفين ان احنا ان الشركة دي هي مش شركة ثابتة، يعني كل شخص كل شريك داخل ومش في نيته الثبات، لا ده انا في نيتي ان انا هطلع، انا هطلع بعد فترة، حد ده هيشتري مني الجزء بتاعي وهطلع، دي اسمها مشاركة الثابتة المنتهية بالتمليك، ماشي، بتكون في عمليات محددة يعني، وبنتفق فيها برضو عادي على نسب الأرباح والخسائر اللي هتتم توزيعها، تاخد نفس نظام الشركات العادية جدا جدا، اللهم الحاجة الوحيدة اللي زايدة عليها إن أنا هشتري حصص الآخرين، أنا هشتري حصص الآخرين بالتراضي مش بالعافية، أنا هشتري حصص الآخرين حسب سعر السوق كمان وقت الشراء. من الحاجات المهمة أوي أوي إن أنا أكون محددة السعر اللي هشتري بيه، زي أنا عملت الشركة السنة دي في 2013 ومحددة إن أنا الشركة دي هتخلص بينا وهتنتهي بالتمليك في 2020، ما أجيش أقول له أنا هشتري منك الحصة باللي أنت دفعته في 2013، أنا هشتريها بسعرها في 2020. الحاجة اللي كانت ب 10 أصبحت ب 1000، هدفع 1000، لابد من تحديد إن إحنا هنشتري بسعر السوق وقت عملية البيع. هنشتري الحصة، أنا هشتري الحصة من الشريك اللي معايا، هشتري حصتي في الشركة بسعر السوق وقت البيع وبكامل التراضي، يعني ما اضغطش عليه، ما اقرفوش، ما خسرش في الشركة علشان أجبره على إنه يبيع لي حصتي، لا هو داخل بداية وإحنا ماضيين العقد بداية وعارف ان انا هشتري منه، عشان كده بقى ما يقدرش في وقت من الاوقات يدعي ان انت بتضغطي عليا علشان ابيع لك، مفيش الكلام ده، احنا داخلين الشراكه واحنا عارفين كويس قوي احنا هنعمل ايه، ان انت بعد 10 سنين هتطلع، فموافق ولا مش موافق؟ ايه يعني طبعا حسب ما بيحددوا من الشروط، ده تاني نوع من الشراكه. تالت نوع من الشركه الشراكه المتناقصه. الشراكه المتناقصه بالتمليك بس بقى في الشركات الكبيرة، عندي الشركة قلنا المتناقصة والشركة المنتهية بالتمليك، وعندي الشركة المتناقصة. الشركة المتناقصة دي بقى بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان مجموعة من الشركاء دخلوا شركة وبدأ كل واحد من الأول، واحد مثلا معين منهم بدأ يشتري في حصص الآخرين، بس مش هتوصل لدرجه ان انا في الاخر الشركه هتقول لي انا كشريك، لا هي بس انا هنقص حصصي، هتوقف عند النقطه دي ان احنا هننقص حصص الشركاء فقط، ولكن مش هنشيل كل الشركاء من الشركه عشان ينفرد بها شخص واحد او ينفرد بها عدد من الشركاء زي الشركه المنتهيه بالتمليك، لا ده دي اسمها ايه؟ اسمها الشركه المتناقصه. البنوك الكبيره طبعا البنك الاسلامي للتنميه في جده بيعمل الحركات، بيعمل الانواع ديت من المشاركات علشان يمول مشروعات كبيرة في دول فقيرة، مثلا يبدأ كده يمول مشروع معين، مثلا محطة كهرباء، محطة مية، مستشفيات، جامعات، بيمول بيها حاجات كتيرة بأسلوب المشاركة المتناقصة وبأسلوب برضو المشاركة المنتهية بالتمليك. هو داخل بالنوعين، هو داخل بالنوعين، المشاركة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة. هتلاقي اللي يتابع بقى يا جماعه الشركات هيقدر يلمس كويس قوي قوي، خاصه الشركات اللي هي الكبيره او الجهات اللي بتخدم اللي من شأنها او من اهدافها يعني خدمه المجتمعات وكده، هيلاقيها مطبقه جدا جدا بتوسع النوعين المشاركه دول. اي سؤال، اي استفسار؟ طيب احنا اخر نوع النهارده هناخده عشان كده ما نطولش عليكم، المضاربه. ماشي، المضاربه. المضاربه في الاسلام معناها الضرب في الارض، جت منها اسم الصيغه، المضاربه يضرب في الارض، الواحد بيضرب في الارض علشان الرزق علشان الارباح، اوكي، الرزق والارباح جت من اسمها المضاربه. المضاربة دي كانت من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان بيضارب بأموال السيدة خديجة، خرج بأموالها يضارب في الأرض، أي يضارب في الأرض، يعني يحاول يقلب الأموال، يقلب الأموال علشان يزودها، يقلب الأموال بشراء سلع وخدمات، يعيد بيعها، بالتالي يجيب تكلفة الأموال زائد أرباح،
أموال المضاربة، أطراف المضاربة، هنلاقي معانا رب المال ورب العمل. المضاربة ليها طبيعة خاصة تشمل بيها خالص جدا، يعني اللي لازم الطرفين كل واحد ليه حاجة، واحد قدم فلوس بس والتاني قدم عمل بس. واحد قدم فلوس فقط والتاني قدم عمل فقط، بعكس المشاركة. المشاركة كان اللي عايز يقدم فلوس يقدم، لازم الاتنين يقدموا فلوس، اللي عايز يقدم عمل يقدم، ماشي، بس لازم برضه يكون مقدم فلوس، يعني الاتنين لازم يساهموا في كل حاجة. أما المضاربة لا، واحد معاه فلوس والتاني معاه جهده بس. عشان كده الرسول كان معاه جهده، والسيدة عائشة خديجة كان معاها فلوس. أطراف المضاربة رب المال اللي بيقدم المال فقط، ورب العمل أو المضارب اللي بيقدم جهد بس. ماشي الحل؟ طبعا احنا قلنا المضاربة هي دي صيغة التمويل الأساسية اللي كان ماشي بيها كل العمليات التجارية في الـ أي في الـ قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكانت الدنيا ماشية معاها كويسة جدا جدا. إنما للأسف احنا هنشوف هنا دلوقتي إن المضاربة اختفت خالص، اختفت خالص، وهنعرف ليه. أركان المضاربة لابد يكون في فلوس، رأس المال، في عمل، ماشي، في ربح. احنا مش داخلين شراكه كده احنا الاثنين مع بعض بنظام المضاربه علشان نخسر، في ربح، ماشي معايا. طبعا الصيغه والعقدين من ضمن اركان المضاربه. واركان المضاربه الصيغه اللي هي الاجابه والقبول، العقدين اللي هيتاجر اللي هيقدم جهده، والصاحب المال اللي عايز زياده راس ماله او عايز البقاء ليه والاستمرار ليه. ماشي، الاثنين طالعين عايزين ايه؟ الاثنين طالعين عايزين، واحد بجهده والتاني عايز مال، والتاني بماله، طالعين عايزين الربح الاثنين، فالمعقود عليه هو افتراض الربح. طيب، فبيقول بقى من ضمن الشروط، انا عندي شروط المضاربه بالذات، لان انا قلت لك من الاول ان هي سبيشال شويه. شروط المضاربه، في شروط متعلقه بالربح، وشروط متعلقه بالعمل، وشروط ثانيه متعلقه براس المال. الشروط المتعلقه بالربح، ان لابد ان يكون راس المال محدود معلوم، لابد ان يكون راس المال معلوم. انا عارف دلوقتي النظام المضاربه ده راس المال المضاربه كام، ما ينفعش يكون راس المال المضاربه مجهول، لا ده لازم يكون راس المال المضاربه معلوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لابد ان يكون راس المال المضاربه يكون من النقود الحقيقيه. يعني ايه نقود حقيقيه؟ لازم يكون فلوس بجد، بضاعه، الات، ما يبقاش يعني كده هو اشياء غير حقيقيه. لازم كمان راس المال المضاربه يتسلم للمضارب، ما ينفعش اقول له يلا ماشي انت خد ال 100000 دول وبتاجر فيهم. طب فين ال 100000؟ لا هبديهم لك بعدين. ده لابد من تسليم راس المال المضاربه. راس المال المضاربه اللي بيكون معلوم القدر، ماشي، لابد ان هو يتسلم للمضارب، ياخده في ايديه المضارب، ما ينفعش يكون دين في الذمه واقول له طيب يلا هبديهولك بعدين، مش ممكن. لابد ان هو يمكن المضارب من الفلوس، ولابد ان كمان راس المال تكون زي ما قلنا راس مال حقيقي، يعني معاه بضاعه، معاه الات، معاه اصول عينيه بجد. ده ما يتعلق براس المال. اللي بيتعلق بقى بالربح، لازم نسبة الربح والخسارة يكون متفق عليها بين الطرفين. طيب تعالى بقى لنسبة، أنا آسفة، نسبة الربح فقط وليس الخسارة. الخسارة لو حصلت هيشيلها مين؟ الخسارة في الفلوس يشيلها رب المال بس. طب والتاني اللي قدم جهده، اللي قدم العمل، يخسر من جنس ما قدم. كل واحد يخسر من جنس ما قدم. اللي قدم فلوس يخسر فلوس، واللي قدم راس مال واللي قدم جهد يخسر جهد. علشان كده المضاربه يا جماعه في الاوقات اللي احنا فيها دي مش موجوده خالص للاسف، مش موجوده للاسف. ليه؟ علشان الشرط اللي محطوط فيه ده، ان كل واحد عنده خساره، كل واحد يخسر من جنس ما قدم. فللاسف اللي بياخد الفلوس على نظام المضاربه هيجي لك بعد شهرين ثلاثه ويقول لك ده انا خسرت. طيب ها وبعدين هنوزع الخساره بينا ازاي؟ انت تخسر فلوسك وانا هخسر جهدي، وممكن يكون هو يعني خسر. وطبعا الانعدام الضمير وضياع الدين خلاص. فاي حد بيدي فلوس لاي حد بنظام المضاربه للاسف الفلوس بتخسر، وبيرجع يقول لك انا خسرت، لان من شروط المضاربه ان كل واحد يخسر من جنس ما قدم. فبيلاقي رب المال بيلاقي انه ضاع ماله، ضاع ماله. ما لم يكون حد بقى امين خايف من ربنا بجد،
بجد مش بالكلام بجد، لان للاسف مفيش اي شيء يضمن لرب الله في الشمس، اي شيء يضمن لرب الله الفلوس بتاعتك. طيب الشروط المتعلقة بالعمل، اختصاص العامل بالعمل دون رب المال، وكمان ان رب العمل رب المال ما يضيقش قوي على رب العمل، ما يقعدش يشترط عليه اشياء ويضايق عليه الخناق، لا يتركه يعمل لان هو داخل بجهده وبخبرته وبعلمه وخلاص، وما يحدش من تصرفه. هل يشترط اسلام رب العمل يا جماعه؟ يعني لازم بفلوسي اروح ادي الواحد مسلم عشان يتاجرني فيها؟ لا، لا يشترط اسلام رب العمل. ممكن تدي فلوسك لواحد مسلم، ممكن تدي فلوسك لاي حد طالما ان هو عنده خبره معينه وعنده امانه خلاص وانت واثق فيه. طبعا المفروض ان رب المال بيعمل توكيل لرب العمل عشان يدير له الاموال. المضاربة لو دورت للأسف مش هتلاقيها، ماشي، لا في بنوكنا ولا في شركاتنا ولا أي شيء، لأن إحنا لو اتفقنا إن إحنا ناخد الأموال مضاربة بيننا وبين بعضنا مع فساد الهمم والضماير لبعض أموال الناس علينا، ماشي. المضاربة نوعين، مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة. المضاربة المطلقة إن أنت تدي الفلوس لرب العمل وتتركه بلا اي قيود، سيبه اشتغل بالفلوس زي ما هو عايز، ما تشترطش عليه، يعني ما تقولوش اعمل كذا واشتري كذا وروح تاجر في العقار وبعد عن الاسهم، ما تقولوش، سيبه هو ادرى بخبرته وبمجاله، هو ادرى داخل واخد الفلوس وراح يشتغل بيها ايه، يعني يا دوبك بس الاطار العام يكون معروف. اما ان انت تحط قيود وشروط معينه في المضاربه المطلقه لا يجوز. اما المضاربه المقيده هي بقى اللي مسموح لك تحط شروط زي ما انت عايز على رب العمل، لدرجه ان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه كانوا بيشترطوا على المضارب ان ما يطلعش باموال جبل ولا ينزل بها وادي ولا يمر بها بحر، يعني ما تتاجرش بيها من بلد لبلد، ما تطلعليش بيها صعوبات، ما تغلطش بيها. دي في المضاربه المقيده بيبقى حاطط شروط وقيود من شانها تضمن له سلامه راس المال. أما في المضاربة المطلقة لا، مش مسعودين، ماشي. أسوأ شيء في عقد المضاربة إن الأرباح بتوزع حسب النسب المتفق عليها زي ما قلنا، بينما الخسائر لا، الواحد هيخسر من جنس مقدره، رب المال هيخسر ماله ورب العمل هيخسر جهده. وكده تبقى خلصت المضاربة. لو حد عنده أي استفسار، أي سؤال، أي حاجة، أنا تحت أمركم. كده هنخلصنا الثلاث صيغ النهاردة، مش هنقدر ناخد أكتر من كده. إن شاء الله تكونوا انتفعتوا باللي فيه. لو حد محتاج أي سؤال، أي حاجة، أنا تحت أمره في انتظار أي أسئلة. حد ليه أي سؤال، أي استفسار قبل ما تنتهي المحاضرة، تحت أمركم. أنا عارفة إن النهاردة كان شوية دسم، طاقة ثانوية إسلامية من يعني الأشياء الدسمة أوي في الاقتصاد الإسلامي بوجه عام، وعايزة قراءات. الواحد بعد ما أخد شيء لابد يقرا فيه، هي شيء ممتع، يعني شيء ممتع. ولو إحنا كان عندنا كلنا حاولنا نزود من وعينا كلنا، الأمر هيختلف بعد فترة بشكل كبير أوي. ريحه
الفرديه المتاخره، اللي هو مكتوب عليها الازهر. خلاص يا جماعه كده المحاضره خلصت. اي مكتوب عليها الازهر، مجله الازهر. طيب حاضر، المحاضرة كده يا جماعة خلصت. إن شاء الله ربنا ينفعكم. لو أي سؤال أي استفسار أنا موجودة على الفيس، معاكم الفيس في أي وقت، أنا تحت أمركم. ربنا ينفعكم إن شاء الله باللي تعملوا. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.